السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا فيكم يا شباب، كيفكم؟ شو أخباركم؟ إن شاء الله بخير. طبعا مقطع جديد على باتل فيلد 2042. المقطع هذا حيكون سريع، حنرجيكم كيف طلعنا السكريت اي دي كارد يلي شايفينها على الشاشة. طبعا هي بطاقة سرية تبعت باتل فيلد، طريقة كتير سهلة. هلأ برجيكم كيف طلعوها. قبل ما نبلش المقطع لا تنسوا الاشتراك واللايك يا شباب، أهلا وسهلا فيكم، نتشرف فيكم. طبعا هاي البطاقة بتقدروا تلاقوها بصناديق موجودة حاليا، عم تطلع حاليا على الألعاب أو الماقات الموجودة. هذا هو الصندوق شايفينه هلا عندكم بالشاشة، وحاليا في الإيستر إيج ديسكورد تبعيت باتل فيلد كوميونيتي، هنن عم يشوفوا ويكتشفوا أماكن جديدة للصناديق. حاليا موجود على هاد لون الخرائط الأربعة يلي طالعين عندكم على الشاشة. الطريقة كتير سهلة، بتروحوا لأي لوكيشن أي موقع من هاد لون الصناديق، الخريطة اللي بدكم إياها، وبتنزلوه على هاد لون المواقع. لو لقيتوا الصندوق بس بتروحوا لعنده، بتنزلوا بتوقفوا عليه مثلا، بيطلع لكم صوت وبيجيكم على الشاشة إنه أخدتوا الأي دي كارد مثل ما شايفين بهذا المقطع. ولو ما لقيتوها بتضلوا تساووا ريستارت للسيرفر او بتفوتوا على خريطة جديدة حتى تدوروا عليها، ان شاء الله بتطلع لكم. وطبعا شكرا لايون 7 يلي ساعدني بهذا المقطع، ونشوفكم على خير، سلام. روح وطعن الصندوق هذا، شوفوا موقفين فوق. جيتك بطاقة؟ يب بس هذا اللي Противники! Огонь!